يسعد صباح مشاهدينا مرة ثانية، ويا ربي صباح خير وعافية. اليوم رح نتحدث عن موضوع وعن مرض هو انتشر بالآونة الأخيرة بين كل الفئات العمرية، لكن تحديدا انتشر بين كبار السن، إلى وهو التهاب المفاصل. نعم أكيد يا هبة ويا مشاهدينا، وللحديث أكثر حول موضوع حلقتنا لهذا اليوم راح نتعرف على آثاره وطرق العلاج وتطور الطب بهذا الموضوع اللي هو التهاب المفاصل. نعم. بالتحديد لذلك ضيف حلقتنا لهذا اليوم هو دكتور عمار حسين اختصاص طب مفاصل. يسعد صباحكم نورنا. أهلا وسهلا. صباح الخير وصباح العافية دكتور. بداية خلينا نتعرف ما هو التهاب المفاصل. نعم طبعا هو كلمة التهاب مفاصل كلمة كبيرة. نعم. ممكن شمولية أكثر مو متخصصة. طيب. التهاب مفاصل هو أول شيء نحدد نقول التهاب مفاصل هو مرض يصيب المفاصل بشكل عام، كل أنواع المفاصل بالجسم. نعم. يسبب هذا الالتهاب عادة يكون إلى علامات، وهي علامات هي تورم المفصل مع ألم مع وجود تيبس المفصل ومع وجود مرات في بعض الأوقات حس يعني إحنا نقول حرارة أو سخونة في المفصل. نعم. هذا كتعريف بسيط للالتهاب مفاصل. انواع الالتهاب اكو نوعين، عندنا التهاب يسموه التهاب الحاد مفاصل الحاده، والالتهاب المزمنه. نعم. التهاب الحاد يعني فتره قصيره يصير عاده، واكو المزمنه اللي هي تطول اكثر من 6 شهور فما فوق، من عبر 6 شهور فما نسميه احنا التهاب المرض المفاصل المزمن. نعم. هذا كتصنيف بسيط. التصنيف الثاني هو حسب نوع او اسباب الالتهاب، يعني اسباب التهاب المفاصل عده انواع احنا عندنا، ممكن راح نتطرق عليها خلال الحديث ان شاء الله، ولكن هو بكثير من الانواع وان شاء الله وين. نعم. حضراتكم راح نتكلم. نعم. عن الموضوع. طيب دكتور مثل ما ذكرت حاليا ذكرت انه اكثر من نوع بي. نعم. اريد نعرف من حضرتك انواع او اكثر الانواع شيوعا بالمجتمع. نعم. بالنسبه للالتهاب مفاصل ممكن يصيب الكبار، ومثل ما قلت حضرتك قبل شويه انه يصيب الكبار ويصيب الاطفال. نعم. ولكن كل فئه عمريه ممكن يصيبها نوع معين، فئه معينه من التهاب المفاصل. نعم. وكل فئه لها اسباب معينه. عاده عند الاطفال التهاب المفاصل يكون اكثر اسباب مناعيه، التهابات مناعيه تضرب المفاصل، وقسم من عندها التهابات بكتيريه، وقسم من عندها التهابات احنا نسميها يعني نتيجه يعني اسباب تاثر في المفصل بسبب امراض ثانيه في الجسم. يعني مثلا عنده مثل ما بعض الناس يسموها الحمى الروماتيزميه عند الاطفال تصير، اللي هي التهاب باللوزتين تنزل الالتهاب يوصل الى المفاصل ويسوي التهاب مفاصل. نعم. بالنسبه للكبار لا، تختلف عاده انواع الالتهاب. عاده اكثر شيوعا هو التهاب المفاصل التاكلي او نسميه سوفان بشكل عام. يعني هذا يصير نتيجه العمر، يصير تاكل المفصل محلال في مادة الغضروفية داخل المفصل، وبالتالي يؤدي مع الوقت إلى ظهور علامات التورم والتيبس اللي هو هذا أكثر شيوعا. يجي بعدها أمراض التهاب المفاصل اللي أنواع الروماتيزمية احنا نسميها وغير الروماتيزمية. طيب. اكو بعض الالتهابات اللي هي التهابات البكتيرية، واكو بعض الالتهابات يسموها التهابات نتيجة ترسبات مثل داء النقرس اذا سمعت اكيد سامعين بي. اكيد. أي هذا يصيب المفاصل، هذا عاده يكون عند الكبار اكثر ما يكون عند الاطفال. نعم. طيب شنو هي ابرز الاعراض اليوم ممكن يتعرض لها الفرد المصاب بالتهاب المفاصل، وشو وقت يكون الموضوع طبيعي وشو وقت يكون لا فعلا انه لازم هنا يحتاج وقفه معينه ويتوجهون للطبيب، وشنو هي اخطر انواع الام المفاصل؟ نعم. هو بشكل عام مثل ما قلنا هي ماكو شيء اسمه اخطر انواع، لان هو كل نوع او الى أسبابه، لكن الأصعب بالعلاج أصعب ممكن أو الحالات المتقدمة. المتقدمة نعم. إحنا مثلاً نجي نقول عادة بشكل عام الأشخاص أكثر أشخاص يعانون من ألم في المفاصل. ألم المفاصل هذا علامة عامة، يمكن حتى أي شخص هسه يشتغل شغل بسيط يعني. نعم. جهد بسيط يجي ولا ما يخلص جهد يقعد يرتاح يحصل عنده ألم في المفاصل، هذا ما أكو مشكلة. هذا طبيعي. يعني هذا شيء طبيعي نتيجة جهد ونتيجة حركة زايدة. طيب. الإشكالات تصير وين؟ لما يكون هناك تورم بالمفصل. يعني تورم بالمفصل يصير تورم، اذا كان التورم يصاحبه صعوبه بالحركه والام مستمره، يعني الم حتى مع الراحه الالم موجود. هذا يعني كثر الحركه ايضا المكان يالم على. نعم. يعني اكو لا اكو مع الحركه يصير الم، هذا ممكن يصير حتى مع قلنا مثل مع اي جهد. لا. نعم. دونا عن باقي الاماكن انه منطقه معينه تركز بها الالم. نعم. وخاصة إذا كان الألم مستمر، وخاصة إذا كان حتى وقت الراحة، يعني المفروض الإنسان من يرتاح خلاص بشكل طبيعي إنه لازم يخف الألم عنده، أي نعم. إنسان من يقعد يرتاح يخف الألم. طيب. هذا الشخص يعني حتى هو قاعد هو مرتاح تلقى عنده هذا الشخص أو المريض عنده ألم مستمر، ألم يعني حتى مرات يخلي ما يقدر ينام من شدة الألم. طيب. هاي العلامات من وصلت هيش مراحل إحنا نسموها العلامات النقاط الحمراء، يعني النقطة الحمراء اللي هي النقطة اللي شلون علامات الترافيك لايت
اللي عندنا اخضر واصفر واحمر، وصل معناها النقطه الحمراء اللي لازم يتوجه لاقرب طبيب. طيب دكتور، خلينا نحكي على الاعمار اللي بعد ال 35 او بعد ال 40. نعم. شلون نقدر نحافظ على نفسنا من مشاكل او التهاب المفاصل؟ نعم. يعني من ناحيه الحركه او من ناحيه النظام الغذائي. اوكي، اشتيدك الموضوع المشاكل اكثر مثل ما قلت اللي عند كبار السن، يعني مو كبار السن، ما بعد الثلاثينات والاربعينات. نعم. هي قبل كانت نقول احنا بعد الخمسينات، لان هو صار بعد الثلاثين، هسه صار بعد الثلاثينات على قولك. هنا الموضوع موضوع هو يصير شنو؟ يصير هنا تآكل بالمفصل، تآكل خاصة بمفاصل الركبتين، أكثر شيء مفاصل الركبتين، مفاصل الورك، اللي هي المفاصل اللي عليها جهد أكثر من اللازم، هي اللود عليها والجهد، مثل ما هي هاي التعب كله عليها. هنا شيء يصير؟ هنا يصير المادة الغضروفية تبدي بهالأمر تبدي تقل المرونة مالتها، وبالتالي يصير بها تآكل ويؤدي إلى عملية ما يسموها بالسوفان، اللي هو درجات حسب الدرجة بس. ولكن شنو هنا شنو المشكلة معناتها؟ ليش يصير هسه أكثر من قبل؟ قبل كان أكو حركة، الشخص يتحرك ودائما عنده حركة. طبعا كل ما يكون أكو حركة بالإنسان يكون المفصل أفضل، يعني حيويته تبقى الحركة مرونته أقوى. نظام الغذائي مهم جدا، يعني كل ما يركز على الأكلات اللي هي مفيدة لجسم الإنسان، اللي بيها تحتوي على الكالسيوم، تحتوي على المواد المهمة لجسم الإنسان. نعم. هذا يكون أكثر من غيره طولة عمر للمفاصل مالته. الوزن، الوزن جدا مهم الوزن. تعرف احنا هسه عندنا صارت اكو عندنا مشكله السمنه، عندنا سمنه زايده، يعني احنا مو بس بالعراق انما مش بالعالم كله. نعم. اكو زياده في السمنه بشكل عام واضح، يعني على مستوى العالم بسبب رتابه الحياه. تعرف الحياه صارت روتين الحياه صارت مو مثل قبل، رتابه الحياه، قله الحركه، السياره للبيت، من البيت من الباب للسياره، من السياره للمكتب، من المكتب يقعد على الكرسي يخلص يرجع للسياره، فماكو عنده يعني هذا نظام الحركه، نظام الرياضه، نظام يعني شبه اصبحت قليله جدا. لذلك هذول الاشخاص دائما هاي زياده السمنه هذا كله ضغط على المفاصل، وادي الى زياده بالتاكل المفاصل، وادي الى هاي المشاكل. نعم. الله يبعد عنا وعنكم كل هذه الالام وهذه المشاكل. طيب دكتور، شو وقت يستدعي التدخل الجراحي؟ باي مرحله من مراحل التهاب المفاصل؟ نعم. وهل هناك تدخلات جراحيه بالعلاج؟ نعم، هو بشكل عام معظم الالتهاب يعني التهابات المفاصل تعالج علاج يعني عن طريق الأدوية بشكل طيب. عام. طيب. قلة شو هي الحالات اللي تستدعي التدخل الجراحي؟ قلة جدا أو نسبة قليلة تحتاج تدخل جراحي. عادة مثلا بالنسبة للأمراض اللي هي بعض الأمراض مثلا قلنا أمراض التهاب المفاصل اللي هي يسموها الروماتوزمية أو الروماتودية. اللي هي هاي تؤدي إلى تشوهات نتيجة الالتهاب المتكرر والمزمن يصير بالمفاصل، يؤدي بالأخير إلى تشوهات بالأصابع، تشوهات، فالمريض ذاك الوقت يصير عنده نوع من أنواع الإعاقة. هاي الحالات تحتاج تدخل جراحي، انه عملية تصحيح لهذا هاي المشاكل. النتوءات هنا يصير تشوه، يعني يصير تشوه. يعني مثلا اصابع اليد تكون في شكل غير طبيعي، يعني مو هاي الشكل اللي انت تشوفيه، يعني يصير بها تشوهات. يعني مو المفصل يحتوي على النتوءات، لا هو نفسه نتيجة المفاصل كلها التهاب المزمن المتكرر دي يصير بها تاكل، ويا الوقت تتيبس، ومن تتيبس يصير بها تشوهات وانحرافات، فتنحرف الايد بحيث المريض ما يقدر يلزم ايد، ما يلزم شيء، ما يقدر يتحرك، ما يقدر فذاك هاي الحالات تحتاج الى تدخل جراحي تصحيحي، يعني يصحح هذا التشوهات اللي صارت عند المريض. نعم. هاي من ضمن الحالات الاخرى اللي تحتاج تدخل جراحي، احنا مثل ما قلنا مرض التاكل المفاصل او السوفان احنا نسميه عند الاشخاص كبار السن. اكو مراحل متقدمه، لان هو مراحل متقدمه جدا. نعم. يصير على الشخص الحركه جدا صعبه. فما يقدر يتحرك، خاصه بالنهوض والجلوس، يعني المفصل يبدي مفصل الركبه يصير صعب الحركه مالته، مع انه ما وجود الم متواصل. نعم. فهنا يصل مرحله انه يسموها تبديل مفصل. نعم. يعني احنا ذولا يحتاجون تبديل مفصل، يسوي لهم عمليه تبديل مفصل. هذا التبديل المفصل ينطي يرجع للمفصل الحركه، يرجع يقلل، بعد ينتهي الالم عند المريض يقدر يتحرك، يقدر يمارس حياته الطبيعيه بالمشي والحركه والجلوس، كل هاي ترجع له. نعم. طيب دكتور، مثل ما ذكرت زميلتي هبه التدخل الجراحي، احنا نشوف انه التطور الحاصل بالعراق وبقيه الدول المجاوره، ليش لحد الان المريض او العراقي بالتحديد من يريد يسوي عمليه تخص المفصل او المفاصل اذا كان للظهر او الركبه او لك اي مكان بجسمه يسافر خارج العراق؟ ليش ما احنا تكون هنا الاجهزه المتطوره، العلاج المتطور؟ شنو السبب؟ شوف، هي بشكل عام هو العراق يعني ما يخلي من كفاءات ولا يخلي من امكانيات اكيد، ولكن ممكن نقول احنا الامكانيات الكفاءات موجوده، الاشخاص المتدربين، اطباء اخصاص موجودين عندهم قدره على العمل، وهذا عمل هي عمليات موجودين بشكل عام. نعم. بس الامكانيات، احنا نقول الامكانيات قد تكون
مو مع قصدك مع الأجهزة؟ الأجهزة نعم. هي مشكلة بالأجهزة، الأجهزة طبعاً دائماً الأجهزة تكون مكلفة جداً، وبالتالي يعني هل عدد العراق إحنا عددنا كبير جداً، وهالأجهزة تحتاج أجهزة أكثر، تيجي مراكز أكثر، مراكز يعني بالخارج المراكز مثلاً مراكز يعني بس كمركز إحنا بالعراق كمركز موجود يشتغل هاي المراكز، بس بالعالم أكو مراكز كثيرة نعم. وبالتالي قادر على الاستيعاب، فأنت لما تكون مراكز قليلة ما قادر على استيعاب العدد الكبير، فالمواطن يلجأ الى يعني خارج حل انه يروح باي مكان ثاني اقرب نعم. يعني اذا كان الدول المجاوره او غير المكان، المهم يعني قصدي يلقى الحلول لحالته الصحيه. أه. طيب بالحديث عن الحلول، ذكرت قبل قليل حضرتك انه سابقا كانت الاعمار من بعد الخمسين ممكن يصيبهم التهابات المفاصل، لكن بسبب روتين الحياة وأسلوب الحياة الغير صحي اللي موجود بالآونة الأخيرة، مو فقط يقتصر على العراق، بكافة بلدان العالم أصبح حتى يصيب أشخاص يعني يافعين بالسن وصغار بعدهم وشباب، نشوف إن هم عندهم التهابات المفاصل. حتى اليوم إنه إحنا نعزز صحتنا أكثر ونحافظ على صحتنا ونحافظ على مفاصلنا بصورة عامة، شنو هو أسلوب الحياة اللي لازم نعتمده من ناحية الرياضة، من ناحية الغذاء، من كل روتين حياة صحي، شلون أنا أقدر أحافظ اليوم على صحتي قدر الإمكان، أحصن نفسي قبل إنه أنا ما أوصل لمرحلة التهاب المفاصل. شو يعني هي موضوع التحصين جدا مهم، يعني هو يبدي من الطفوله وليس يبدي من الكبار. طيب يعني احنا ما نجي الدين صار عمره 40 سنه 50 واقول له هسه صار عندك 50 هسه حاصل نفسك، هذا ما يصير. خلي العدم يفيد العوائل اللي عندهم اطفال. هي مثل مثل نفس اللقاح، شلون اللقاح؟ يعني ما يفيد اللقاح عمره 50 سنه، أكيد. لازم انت عمره من اول ما يجي الدنيا احنا نعطيه لقاح. يعني هسه خطي عمرهم 50 سنه بعد راحت عليهم؟ خلاص اكسباير. يعني هو احنا نعطيهم النصائح، النصائح جدا مهمه، النصائح انه لازم يرجع يمارس الرياضه. هسه احنا نرجع نهتم بيهم، اي لازم طبعا كل انسان، احنا ماكو كل شخص هو يعني كل شخص. خلينا نحكي على الاطفال والاشخاص اللي بس انت قلتي ان نحصن التحصين بدي من الامر الطفل، يعني احنا هسه احنا عندنا مشكله الاطفال، مشكله السمنه حتى عند الاطفال صح. سمنه زايده جدا بالضبط. الاطفال كلهم متعرفين هذا في الوقت كله لازم الايباد، لازم التاب، لازم هذا حركه ماكو يعني تلفزيون ايباد، حلويات اكل مفرط، الاكل غير المنهجي، العادات السيئه، اي هاي كلها تاثر على الطفل من هو صغير. تلقى هو هسه تجي حالات كثيره احنا نشوفها، مثلا الطفل صغير عمره صغير لكن وزنه اكثر، عنده سمنه مفرطه حتى شكله نعم. هاي هذا من هسه بدات المفاصل ما تتاذى، مو بس المفاصل، هذا كل ما يبني يمشي الوقت وياه والعمر يزيد العظام ما تتاثر، المفاصل تتاثر، فهو يكون مؤهل من غير انه عنده قابليه لامراض ثانيه اخرى. يعني تعرفين امراض زياده الوزن او السمنه المفرطه، السمنه بشكل عام تؤدي مرض اخرى. أكيد. يعني هو الانسان معرض للاصابه باكثر نعم. الامراض يعني هو عمليه، يعني الانسان هو مو جهاز تقدرين تشيل قطعه وتحطين قطعه، هو متكامل. يعني الانسان الكبير مثلا عنده سيجيني شخص حالته الصحيه جيده، من اقول له روح مارس رياضه، روح اسبح، روح مارس بايسكل، امشي، عنده القدره. بس يجيك واحد شخص عمره 50 سنه مثلا بس عنده ضغط وسكر وقلبه، فهذا من تيجي تقول له مارس رياضه يقول لك دكتور انا امشي من هنا افح ما اقدر، قلبي يقوم يوجعني صح. فهذا ما يقدر يمارس الرياضه، ما راح يصير عنده حياه حيويه وحياه تقدر هذا. فاذا هذا المشكله وين صارت؟ من الطفوله، يعني هذا التراكمات الطفوله تظهر بالكبر. يعني هي هسه وش يعني هو احنا عندنا يعني معروفه انه الامراض هاي الامراض اللي تصير بالضغط والسكر وهاي كل معظم الامراض اللي تصير بالكبر هي اساسها من الطفوله. طيب دكتور اكو نوع معين من الفيتامين ممكن اليوم انه احنا نعتمده حتى نحافظ على صحه عظامنا بصوره عامه؟ لانه تعرف اليوم حتى انواع الطعام اللي احنا ناخذها حتى الطبيعيه اصبحت هي غذائها غير طبيعي نعم. فاكيد فوائدها ما راح تكون يعني تعود علينا فائده زينه نعم. اكو انواع فيتامين ممكن انه احنا نستخدمها بصوره عامه، لو اكو محاذير عن الاشخاص ما يقدرون يستخدمون كل انواع الفيتامين؟ هو بشكل عام يعني هو هو النظام الغذائي اساس كل شيء، ولكن اليوم احنا نظامنا الغذائي اصبح نعم. بالتدخلات ممكن يعني احنا يعني تعرفين مشكله انه المريض تقول له اخذ مواد غذاء يعني فيتامينات وفيتامينات، ممكن تعرفين الفيتامينات ياخذها الشخص لما يزيد ياخذ يعني اي شيء يزيد عن حده يصير الى مشاكله نعم. يعني حتى الفيتامين حتى هذا حتى فيتامين دي هذا البسيط اللي هو معظم الناس تاخذ به، تاخذ الفيتامين دي هذا البسيط يعني هذا نعم. تعرفين فيتامين دي وتعرفين نعم. فوائده، ولكن مع هذا يعني الزياده مالتها هم تسبب مشاكل، لازم تحت اشراف طبي نعم. بالضبط نعم. بس الفكره احنا مرات بشكل عام يعني هسه شوف احنا مرات يعني ذول الكبار السن حتى بالخارج يعني بالدول العالم
عندش كبار السن عاده ينطون ضمن يعني يكون يسموه غذاء مدعم. يعني اكلهم مدعم، يعني ينطوهم مثلا ادويه، مو ادويه انما هي اغذيه مدعمه، يعني حليب مدعم بنسبه كالسيوم عاليه، نسبه فيتامين دي عاليه. ليش؟ لاشخاص كبار، لان هذا عرفوه يعني اكله يعززون صحتهم، تعزيز الصحه بهالطريقه. هذا نفس الشيء بالنسبه للاطفال، احنا يسمون دائما يسمون المدعم. المدعم شنو؟ يعني بنسبه من الفيتامينات، نسبه من هذا اعلى من الطبيعي، اعلى من الطبيعي، المفروض تساعد تدعم صحه هذا الشخص اذا كان طفل او كان كبير السن. نعم نعم. طيب دكتور، خلينا نحكي على العامل الوراثي. هل هو التهاب المفاصل يدخل بالوراثه؟ بالاضافه، منه اكثر عرضه، النساء ام الرجال لالتهاب المفاصل؟ نعم، هو هذا بشكل عام التهاب المفاصل بشكل عام، يعني هو نسبه النساء والرجال قد تكون متشابهه في نفس الوقت. يعني احنا قلنا هي انواع، هي انواع، اكو بعض الانواع عند الرجال اكثر وبعض الانواع عند النساء اكثر. مثلا مرض النقرس عند الرجال اكثر من عند النساء مثلا. لان يعني سبب الحركه وسبب طبيعه الحياه، طبيعه الاكل، لان تعرف مرض النقرس مثلا هذا اسبابه كثره اكل اللحوم والبروتينات، ويؤدي الى ترسبات بالمفاصل وتؤدي الى مشاكل النقرس يسموها، او داء الملوك يسموه بشكل عام. بعض الامراض لا، مثلا اكو بعض الامراض لا الخاصه المناعيه تكون عند النساء اكثر. نعم، بس بشكل عام العامل الوراثي يلعب دور طبعا، لان اكو مرات كثيره خاصه الامراض الروماتيزميه بشكل عام اكثرها العامل الوراثي يلعب دور. يعني تلقى العائله اكثر من الشخص بيه الخوال او الامام. نعم، وينتقل. اكو كثير من الامراض اللي هي مثلا داء صدفيه، اللي هي داء صدفيه هاي مرض يصيب الجلد ويصيب المفاصل. هذا ياثر على المفاصل يسوي التهاب، ولكن هذا الى عامل بعامل وراثي. وكثير من الامراض الالتهاب من هذه الامراض بها عامل وراثي. طبعا لا ننسى اكو عامل هسه احنا بالفتره الاخيره بعد ما دخلنا موضوع كورونا، لاحظنا بعد اصابات كورونا كثير من الناس ما كان عندهم لا عامل وراثي ولا عندهم مشاكل، ظهرت عندهم امر التهاب مفاصل مزمن نتيجه الاصابات مال كورونا، يعني اثرت على المناعه. فهاي نقول الالتهابات المناعيه، يعني تصير مشكله بالمناعه وتؤدي الى التهاب مفاصل مزمن او حاد. طيب، هل فعلا ما البعض يتداول انه في فصل الصيف تهدأ آلام المفاصل ويتم ظهورها مرة أخرى وبشكل مستفحل أكثر في فصل الشتاء؟ هو شوفي، هو يعني هل عامل البرودة حقيقة له تأثير طبعا مباشر على آلام المفاصل؟ لا، دور، لأن هو هنا احنا ضمن العلاجات المفاصل انه تودي مثلا بالعلاج الطبيعي، هي يستخدمون الحرارة، الحراره يستخدموها اذا كانت حراره موضعيه او حراره، يعني حتى هاي القسم يستخدمون الساونا او يروحون يستخدم الساونا، وهذا هاي يحس انه ليش، يعني هاي الحراره تؤدي الى شنو؟ لان هي جزء من علامات، جزء من مشاكل التهاب المفاصل قلنا هي تورم، الم، تيبس. فالتيبس شنو؟ الاربطه هنا تتيبس بعد تقل الحركه، فالبروده تساعد على هاي الموضوع، الرطوبه، الجو الرطب، البروده، الجو البارد يساعد على هاي التيبسات انه تزيد، وبالعكس الجو الحار يقلل من هاي التيبوسات. وبالتالي المريض من يتعرض للحراره اذا كان الجو الحار على مثل ما قلت بالصيف او الساونا او يستخدم يعني مراهم حاره مثل ما يقول، هاي تقلل من الالم لان تقلل من التيبوس. طيب دكتور، قبل ما نختم الحديث ويا حضرتك، واكيد شيق وللنصائح والمعلومات القيمه اللي استفاد منها المشاهد، شنو النصيحه الحاب تقدمها لمشاهدينا؟ والله هو مثل ما يمكن اكثر كلامنا هو مثل ما قالت ست هبة، انه احنا الموضوع رتابه الحياه ونظام الحياه. نعم، يعني احنا دائما نشجع اي مريض دائما يجي اول ما نقول له ايش قد وزنك؟ الوزن مهم جدا. نعم، الحركه مهمه جدا. احنا يعني الانسان ما يوصل مرحله متقدمه جدا يصير عمره 50 60 سنه بعدين يقوم صعوبه الحركه وصعوبه الرياضه وصعوبه اجراء هاي التغير في الحياه. هو المفروض احنا نسميه لايف ستايل، احنا نسموه لايف ستايل، هذا اسلوب الحياه جدا مهم. يعني هذا اهم شيء بكل الامراض، طبعا هو مو بس مرض المفاصل انما كل الامراض، هو اسلوب الحياه جدا مهم. يعني دائما احنا نشجع انه الشخص يبادر الى تغيير اسلوب حياته من بدايه، مو ينتظر الى ان يوصل مراحل مثل ما قالت هبة بعد ما تفيد بي بعد، حتى النصيحة صعبة صعبة. نعم، شكرا لك دكتور. شكرا لحضرتك دكتور عمار، يا رب إن شاء الله صحة وعافية لحضرتك وأنه الكل مشاهدينا. راح نكمل معكم باقي الفقرات، لكن هذه انتقالة إلى زملائنا في أقليم كردستان، وقولهم يسعد صباحكم جميعا.